من الرياض معي دكتور باسم حشاد الخبير الاقتصادي الاستشاري الدولي في الأمم المتحدة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور باسم. هل البوادر اليوم تقول في اندلاع حرب عملات في العالم أم أنه فقط تنبيه ودق ناقوس الخطر؟ أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ ميسون، وأهلا وسهلا بالمتابعين الكرام. أهلا وسهلا. نعم، في حقيقة الأمر المطالع للمشهد أو المطلع على المشهد حيجد بوضوح شديد أن ثمة ما يحدث في الاقتصاد العالمي بتوجيه من السياسات الأمريكية، تحديدا السياسات الضريبية والاقتصادية اللي بتتبعها إدارة ترامب، وده تأثيره المباشر حيكون على العملة. وإذا استمر الأمر بهذا الشكل 100% نحن نتحدث عن حرب عملات محتملة قد تشهدها الأجواء الاقتصادية في المرحلة القادمة. هذا يتوقف على تعامل الدول الأخرى التي لديها مخاوف كبيرة اليوم بعد ما ضعف الدولار الأمريكي، مخاوف صحيح. أوروبية، مخاوف آسيوية. صحيح 100%، لأنه احنا عارفين أنه اللي بيحدث الآن في حرب العملات، أو دعينا نقول في هذا الصدد، يعني له مؤثران رئيسان أو نوعان من العوامل، عوامل داخلية وعوامل خارجية. السياسات الاقتصادية والضريبية اللي بتتبعها إدارة ترامب أحد أهم العوامل الداخلية، واللي في تقديري بتعمل في الأساس، وخصوصا أن كل هذه السياسات لا ننسى لم تؤثر على ارتفاع معدل التضخم، فظل معدل التضخم عند حدوده الدنيا، وبالتالي ما زالت أيضا التسعير الخاص بالدولار ما زال في مستوياته المنخفضة، بما يعني أن ثمة رغبة لدى الإدارة الأمريكية، على عكس التصريحات اللي أدلى بها مؤخرا، لا زالت لديهم رغبة في أن يكون الدولار منافسا في انخفاض سعره. كما نعلم جميعا هيؤثر قطعا على تنافسية الصادرات الأمريكية ويجعلها أكثر جاذبية، وهذا يهدد بكارثة كما يرى بعض الاقتصاديين إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، نظرا لانه هبوط سعر الدولار بيجعل البنوك المركزيه في الاقتصادات الرئيسيه الاخرى تتبع خطط لتشديد سياستها النقديه وتخفيض او وقف شراء السندات، او ما يسمى بخطط التيسير النقدي. وده كان يمكن رد فعل البنك المركزي الاوروبي اللي خفض كميه ما يشتريه من السندات بمقدار النصف تقريبا، من 60 ل 30 مليار يورو. وبالتالي نتوقع ان البنوك، وهذا يضر الولايات المتحده. يعني هذا لا يضر الولايات المتحدة بقدر ما يضر الاقتصاد العالمي. طيب. نظرا نعم. والانتقادات بسبب انه ضرورة، ولماذا لا تلتزم الولايات المتحدة مع الدول الأخرى أيضا؟ ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تلتزم؟ ما الذي سيضرها اقتصاديا كإجراءات من الدول الأخرى؟ ما سيقودها تدريجيا للالتزام؟ رائع. خلينا الأول نتكلم عن الفوائد، لأن حضرتك ذكرت الفوائد وقلت إذا كان ده بيضر ولا بيفيد الاقتصاد الأمريكي. في تقديري استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مفيد للاقتصاد الأمريكي، على عكس ما قد يخلص البعض، لأنه ليس فقط من قبيل تحسين الصادرات زي ما أنا ذكرت لجعلها أكثر تنافسية، لا، في بعد تاني مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، وهو أن الدين الخارجي الأمريكي المستحق لبقية دول العالم يقوم بالدولار. ونظرا لانه بيقوم بالدولار، فان انخفاض سعر صرفه يجعل امريكا تتحمل قدرا اقل من خدمه الدين. لهذا وزير الخزانه الامريكي حتى يعني لم يعبر عن استيائه من انخفاض الدولار. نعم، يعني هذا يخدم 100% سعر الصرف، او يخدم الدين الخارجي الامريكي. في المقابل الناس خارج الولايات المتحده الامريكيه هتتاثر بانخفاض سعر صرف الدولار بدرجات متفاوته، كلها بتعتمد على مدى ارتباط العملات الوطنيه بالدولار. الدول اللي بيتحرك سعر صرف عملاتها بشكل حر تماما في السوق، مواطنيها طبعا هتستطيع ان هي تشتري كل ما هو مقوم بالدولار بسعر افضل. اما الدول اللي بتربط عملاتها بالدولار هتعاني من ارتفاع تكلفه عملاتها أو تعاملاتها مع الاقتصادات الأخرى باليورو أو الاسترليني، ودي تكلفة أكثر لمجرد فقط اهتزاز سعر الدولار لمعدلات أقل. وبالتالي كل الدول المصدرة للمواد الخام هتستفيد بشكل مباشر من سعر صرف الدولار والسلع المقيمة دي، فإذا هبط سعر صرف الدولار هيرتفع سعر صرف النفط، سعر الذهب وغيرهما من السلع الرئيسية الأخرى. أنا أشكرك جزيلا من الرياض دكتور باسم حشاد الخبير الاقتصادي الاستشاري الدولي في الأمم المتحدة، شكرا.